بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد عندنا أخبار جديدة وتفاصيل مهمة جدا عن استعدادات الأهلي لاستئناف الدوري عقب نهاية الأجندة الدولية. يمكن خلاص الأهلي بيستعد لمباراة الاتحاد السكندري. استئناف التدريبات هيكون يوم الجمعة في اجتماعات وورش عمل متعلقة ببطولة فيفا انتر كونتيننتال. عندنا تفاصيل متعلقة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة منتخبنا الوطني أيضا سافر إلى الرأس الأخضر، مباراة مهمة جدا أكيد يوم الجمعة. يعني أخبار كتيرة وتفاصيل مهمة جدا عندنا النهاردة في سياق حلقة برنامج الترند. أكيد الناس كلها عايزة تعرف الأهلي إزاي بيستعد للفترة الجاية. عنده ماتش الاتحاد السكندري يوم 22 نوفمبر، بعدها عنده استاد أبيجان يوم 26 نوفمبر، بعدها يلعب مباراة في الدوري يوم 1 ديسمبر، وهيسافر جوهانسبرج يلعب يوم 7 ديسمبر. يرجع ولا يسافر من جوهانسبرج على الدوحة؟ دي أمور أكيد هنناقشها ونشوفها في الفترة اللي جاية، لأن أكيد ممكن يكون الفريق عايز يختصر وقت أو يرجع للقاهرة ويسافر تاني إلى الدوحة، لأن مهم جدا الفريق يكون موجود في قطر قبل موعد المباراة بخمس أيام. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كثيرة جدا وموضوعات مهمة، ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة لفت انتباهي موضوع مهم جدا نشر على موقع الاتحاد الدولي ومحدش واخد باله منه خالص. هل تتخيلوا إن الاتحاد الدولي كان بيكرم الاتحاد المصري تكريم بجد مش هزار؟ قدامكم على الشاشة اهو، ده على حساب فيفا بالعربي. تم تكريم الاتحادات الأعضاء أذربيجان وإندونيسيا ومصر والسلفادور. التكريم على إيه؟ احتفالا بمرور عامين من التأثير على فكرة التحويلات الرقمية أو التحول الرقمي بالنسبة للمهارات الرقمية في الفيفا. أنا عمال أقرأ الخبر، أنا قريته مرة واثنين وثلاثة. الفيفا كان عامل كده برنامج للاتحادات الأعضاء، بس الاتحادات اللي هي بعيدة شوية عن التحول الرقمي، الاتحادات اللي بعيدة شوية عن التفاعل مع المشجعين والجماهير وخطة التسويق الرقمية. هل تتخيلوا إن الفيفا كان بيكرم الاتحاد المصري ومحدش واخد باله، ولا الاتحاد المصري حتى أعلن؟ طب أنتوا عارفين كمان إن الاتحاد البلجيكي هيستضيف ممثل من الاتحاد المصري العام المقبل احتفالا بهذا الإنجاز وبهذه الخطوة المهمة جدا بالنسبة للاتحاد المصري كأحد الاتحادات اللي قدرت تعمل تحول رقمي داخل مبنى الجبلية؟ لما تقرأ الموضوع يقول لك حصل إيه بقى؟ دورات تعليمية إلكترونية، تدريبات حول موضوعات إنشاء خطة تسويق رقمية، مشاركة المشجعين في البطولة وفي المسابقات المحلية، ألعاب وأساسيات الإنتاج المباشر، التسويق لكرة القدم النسائية، بناء برنامج مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا دخلت على صفحة الاتحاد المسؤولين في الاتحاد مانعين الجمهور من التعليق أصلا على صفحة الاتحاد، ففين مشاركة الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وعلى المنصات التيك توك وحسابات الفيسبوك؟ أنا على أرض الواقع مش لاقي الحاجات دي. عارفين المشهد ده والخبر ده فكرني بإيه؟ فاكرين فيلم كلمني شكرا للفنان الأهلاوي الجميل صبري فواز؟ أنا يا بنتي أنا عملت كل ده إمتى وفين وإزاي؟ مش عارف. انا النهارده تفتح كده موقع الاتحاد الدولي تلاقي الخبر ده كده على طول في الصدر الرئيسي للحساب اللغه العربيه للموقع الاتحاد الدولي. يعني انا قعدت ابص على الاتحاد في الفتره الاخيره، احنا مش عارفين نرسم خطوط فار، وعندنا مشاكل تقنيه في تقنيه الفار، وتيجي تقول لي تحول رقمي؟ رقم ايه يا عم الحاج؟ بس الانجازات دي كلها اتعملت امتى؟ والتكريم ده اتعمل لمين وفين وازاي؟ مش عارف اقول ايه بصراحه. بس موضوع ترند بالنسبه لي بصراحه شفته النهارده على السوشيال ميديا. عموما حلقه النهارده هيكون فيها كواليس مهمه جدا، ومعانا النهارده ضيف محلل فني بيتكلم بشكل مناسب جدا على بطولات الفيفا وبطولات افريقيا. هيكون ضيفنا النهارده معاكم في فقره الحوار في فقره الصحافه ايمن جيلبرتو المحلل الفني بموقع منصات رياضيه مهمه جدا كمان في الفتره الاخيره. هنتكلم معاه في تفاصيل مهمه، وهنتكلم معاه في علاقه مونديال الأندية بفيفا انتر كونتيننتال، مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، تفاصيل كتيرة أكيد هنتكلم فيها مع زميلنا أيمن جيلبرتو. لكن نبدأ دلوقتي حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة، بما إن المنتخب سافر إلى الرأس الأخضر عشان يلعب مواجهة كافيردي، توقعاتك ممكن المنتخب يلعب بتشكيل إيه؟ يعني حسام حسن لو بيفكر في تشكيل يبدأ بيه هذا اللقاء في ظل الغيابات العديدة. الكل يدخل ويشارك ويجاوب معانا على السؤال
من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك، على الانستجرام، على منصة إكس. وفي الجزء الأخير هستعرض كل آرائكم وتوقعاتكم على تشكيل منتخبنا الوطني. كل واحد يعني يؤدي دور حسام حسن ويفكر كده في التشكيل بس بدون انتماءات، حط مصلحة المنتخب في المقام الأول. عموما ده كان سؤال حلقة النهاردة لكل السادة المشاهدين. نروح دلوقتي لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، كولر يعود للقاهرة غدا ويقود تدريبات الجمعة. وفي الترند المحلي، بدون مرموش المنتخب يطير إلى كاف فيردي في رحلة العشر ساعات. وفي الترند العالمي، فاتي ينضم لقائمة المصابين في برشلونة. فترة أجندة دولية، معناش مباريات الدوريات الأوروبية ولا حتى الدوريات المحلية، ولكن لسه عندنا تفاصيل وأخبار وكواليس حصرية كل ده، ولكن بعد الفاصل. فقرة التوب نيوز أكيد هيكون معانا فيها أخبار مهمة جدا وأخبار حصرية على شاشة قناة الأهلي. هبدأ معاكم بخبر متعلق بمباراة الأهلي يوم 14 ديسمبر في الدوحة على ملعب 974 لمواجهة الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي أمام ديربي الأمريكتين يوم 11 ديسمبر على نفس الملعب. هننتظر طبعا بالتأكيد الفاينل كوبا ليبرتادوريس ما بين يعني أتلتيكو مينيرو البرازيلي أمام فريق بتوفيجو البرازيلي. أكيد الفائز منهم هيلاعب باتشوكا يوم 11، والفائز منهم هيلاعب النادي الأهلي. النادي الأهلي خلال الساعات الجارية أرسل قائمة الفريق المبدئية اللي هيشارك بيها في لقاء يوم 14 ديسمبر في قطر. القائمة المبدئية بتسجيل 35 لاعب هيتم اختصارها يوم 9 ديسمبر قبل موعد المباراة بخمس أيام. هتختصر القائمة إلى 23 لاعب بحد أدنى و26 لاعب بحد أقصى، وده الجديد واللي مختلف عن مباراة الأهلي والعين. مباراة العين كان 23 لاعب. المباراة اللي هتتلعب يوم 14 وحتى يوم 18 الفاينل أمام ريال مدريد، ربنا يكرمنا ونصل للمباراة النهائية، هتبقى القائمة المبدئية 35 وتختصر قبل موعد اللقاء بخمس أيام من حد أدنى 23 إلى 26 لاعب. لو خدت 26 لاعب هيكون 11 في الملعب و15 لاعب على دكة البدلاء، ودي القواعد اللي وضعها الاتحاد الدولي في هذه البطولة تحديدا. الناس تقول لي طب ده بالنسبة للأهلي كالفريق اللي واجه فريق العين الإماراتي أو المباراة الثانية اللي انتهت منذ حوالي شهر. طب باقي الفرق، باقي الفرق اتحدد لها مواعيد مختلفة شوية. يعني فريق ريال مدريد هيسجل قائمته أو يعتبر سجل قائمته يوم 9، سجل قائمته يوم 9 نوفمبر، ولكن في فريقين عندهم مساحة وقت لتسجيل القائمة يوم 15 وهي قائمة مؤقتة. الفريقين اللي حاليا بيلعبوا نهائي كوبا ليبرتادوريس سواء أتلتيكو مينيرو أو حتى بتوفيجو الفريق البرازيلي، دول هيسجلوا قائمتهم يوم 15، وبعد ما يتأهلوا هيكون عندهم ديدلاين قبل موعد المباراة بتسجيل القائمة النهائية، عشان في النهاية يكون الفيفا عنده كل القواعد المتعلقة بتسجيل اللاعبين. وبالتالي الخبر اللي عندنا النهاردة في برنامج الترند، يبقى الأهلي أرسل قائمته المبدئية اللي هيشارك بيها بإذن الله في مباراة 14 ديسمبر، وسيتم اختصار القائمة قبل موعد اللقاء بخمسة أيام طبقا للوائح الفيفا. الخبر الثاني اللي معايا، قبل انطلاق دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية اللي هتنطلق بإذن الله 26 و27 نوفمبر، احنا بنتكلم خلاص بقى حوالي 12 يوم أو 10 أيام يعني في العد التنازلي لانطلاق دور المجموعات والمباريات الهامة جدا. الاتحاد الإفريقي عقد ورش عمل على مستوى المنسقين الأمنيين في الساعات القليلة الماضية. الاتحاد الإفريقي كل سنة بيعمل أبديت شوية أو مستجدات شوية في مسألة الترتيبات الخاصة بمسابقات الأندية. الاتحاد الإفريقي اهتم أن يعمل اجتماع أمني مع كل المسؤولين عن الأندية عشان يحدد قواعد محددة في شكل جديد للموسم الإفريقي الجديد بيتعلق بالتحضير للمباراة، الاجتماع الأمني الرولز الكاف عايزه، مين يقدر ينزل الملعب، مين ممنوع من نزول الملعب، التنسيق مع الفريق اللي هيجي يلعبك سواء هنا على أرضك أو لما تسافر خارج أرضك. قواعد معينة الاتحاد الإفريقي وضعها من خلال إدارة الأمن، وعمل اجتماع تنسيقي في الساعات القليلة الماضية. أكيد نتائج هذا الاجتماع إن شاء الله هتكون معانا في الحلقات اللي جاية، لأن أنا عندي معلومات إن الكاف وضع قواعد جديدة على مستوى السكيورتي أوفيسر المنسق الأمني اللي هيشتغل الفترة الجاية مع كل نادي بيتبع ليه
في دوري الأبطال وفي كأس الكونفدرالية. ده خبر تاني. الخبر التالت ولسه طازة، كنا حددنا معاكم وقلنا لكم في حلقات سابقة مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال. الجولة الأولى يوم 26 نوفمبر أمام استاد أبيجان، الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج أمام أورلاندو بايرتس، والجولة الثالثة المؤجلة اللي هتتلعب مع شباب بلوزداد عقب العودة من قطر، هي محدد ليها سلفا يعني 14 ديسمبر، ولكن الميعاد خلاص اتأجل، والميعاد اللي عندي يوم 22 ديسمبر. ده الموعد المبدئي اللي الكاف هيعتمده خلال الساعات اللي جاية. ولكن الجولة الرابعة والجولة الخامسة اتأكدوا منذ يعني عايز اقول لكم دقائق قليلة جدا، لسه وصلنا حالا واحنا على الهواء. الأهلي هيسافر الجزائر يلعب يوم 3 يناير مع شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. دي ميعاد او ده ميعاد الجولة الرابعة. الأهلي هيسافر الجزائر عنده مباراة مع شباب بلوزداد لقاء الإياب في الجولة الرابعة يوم 3 يناير في ملعب 5 جويلية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. الجولة الخامسة الأهلي هيسافر أبيجان، الأهلي عنده رحلتين سفر ورا بعض، هيرجع القاهرة ويسافر أبيجان. امتى؟ عشان عنده مباراة مع استاد أبيجان في الكوت ديفوار يوم 11 يناير ايضا، يعني بعد مباراة شباب بلوزداد بالظبط باسبوع. هيلعب في أبيجان يوم 11 يناير، المباراة هتكون الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. الأهلي هيلعب في جوهانسبرج الساعة 3 العصر، ولكن في أبيجان هيلعب الساعة 6 على الأضواء الكاشفة، واكيد وضع مختلف ما بين الأجواء في جوهانسبرج عن أبيجان في الفترة اللي جاية. اذا احنا النهارده خلاص معانا مواعيد الخمس جولات بالنسبة لنادي الأهلي. 26 نوفمبر الجولة الأولى، 7 ديسمبر الجولة الثانية، 22 ديسمبر الجولة الثالثة، 3 يناير الجولة الرابعة في الجزائر، 11 يناير الجولة الخامسة في الكوت ديفوار، ولسه الجولة السادسة والأخيرة هيتحدد ميعادها لما يشوفوا شكل المجموعات عشان تتلعب كلها في توقيتات واحدة عشان فكرة المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار النهائية. خبر أخير معايا في التوب نيوز، واحنا النهاردة جايبين كل الأخبار كلها جديدة لانج. منتخب سافر والكابتن حسام حسن فضل إنه يمنح الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومروان عطية راحة من السفر إلى كاف فيردي إلى الرأس الأخضر. عارفين كلنا إن تريزيجيه ومروان عطية هيغيبوا بسبب الإيقاف، الاتنين عندهم إنذارات فمش هيلعبوا الماتش الجاي. فكنا بنفكر بنشوف كابتن حسام هيضمهم ولا لأ، خد قرار إن ما يضمش لا تريزيجيه ولا مروان عطية. ولكن بالنسبة لعمر مرموش راجع من البوندسليجا لعب مباريات كبيرة في الدوري الألماني، عمر مكسر الدنيا. ربنا يبارك له كده ويكمل لغاية نهاية الموسم، أنا واثق إنه هينتقل لنادي كبير جدا في أوروبا مع بداية الموسم اللي جاي. ولكن كابتن حسام فضل ان تريزيجيه ومرموش ومروان مش معاه في هذه الرحله. وكمان النهارده قبل السفر عمل تدريب على ملعب نجيل صناعي في استاد الدفاع الجوي عشان اللعيبه تاخد على اجواء الملعب شويه قبل ما تسافر، لانها هتلعب على نجيل صناعي ايضا في مباراه الراس الاخضر، لان فريق الراس الاخضر على فكره المباراه دي بالنسبه له حياه او موت، عايز يرجع او عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه. دي كانت ابرز الاخبار واهم اربع اخبار النهارده في التوب نيوز. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندي مفاجآت في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد في فقرة ترند. الترند النهارده هيكون معانا حاجة مختلفة شوية، الفكرة نفسها مش في الخبر او المعلومة، لا ده احنا هنطير الى الدوحة عشان نعرف الخبر من مصدره ومن خلال الكواليس والتفاصيل والمعلومات. اولا اللجنه المنظمه المحليه في قطر بتستعد ازاي لاستقبال الاهلي وجمهور الاهلي. الاتحاد الدولي والتحضيرات لطرح التذاكر غدا، هيكون لحاملي بطاقه فيزا بكره باذن الله، يعني طرح التذاكر. ومن يوم 21 نوفمبر المبيعات على منصه فيفا لكل الجماهير، وسمعنا ارقام التذاكر سواء في مباراه الاهلي او حتى في مباراه الريال على استاد لوسيل. الأهلي بيستعد إزاي من خلال جمهوره اللي هيسافر من أرجاء الوطن العربي، من خلال جمهورية مصر العربية، رابطة المشجعين في قطر إزاي بتحضر للإيفنت ده، كان ليهم صولات وجولات في أكثر من بطولة لكأس العالم على مستوى الفيفا وعلى مستوى اللجنة المنظمة المحلية، حصلت ترتيبات وتحضيرات كثيرة جدا، فأصبح لديهم خبرات كبيرة عشان يبقى في تحضير قوي جدا لتشجيع الأهلي في ملعب 974. وبإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذا اللقاء ونتأهل إلى الفاينل أمام الريال على استاد لوسيل. فلذلك في هذه الفقرة النهاردة زي ما قلت القصة بالنسبة لنا مش خبر ومعلومة، لا احنا هيكون النهاردة من خلال الزوم عبر رحلة كده سريعة إلى قطر مع المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجع الأهلي في الدوحة. معالي المستشار، أولا سعيد بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وأكيد
لقاء يعني غاب سنوات قليله، دايما رايحين جايين عليكم، سوبر افريقي، كاس عالم، مونديال. الحمد لله النادي الاهلي دايما كده عامل تواصل مع جمهور الاهلي في كل مكان من خلال شاشه قناه الاهلي. مساء الخير محمد، اولا وحشني جدا، برحب بيك الله وفخور يسلمك. ان انا معاك وموجود في قناه بيتنا الكبير، قناه النادي الاهلي. وفعلا فعلا احنا الرساله دي او اللقاء ده متاخر شويه، عده سنوات من اخر مناسبه كانت هنا في السوبر الافريقي امام الرجاء. ولكن الاهلي بالنسبه لنا حياه، ادينا رجعنا تاني ورجعنا على محفل كروي هو أكيد الاكبر على الاطلاق على مستوى الانديه عالميا. أكيد. اعذرنا بقى، احنا طلعنا من قطر شوية، رحنا المغرب بعد كده السعودية والإمارات، تعرف الأهلي دايما كده إيه، ولسه أمريكا كمان. فالأهلي الحمد لله يعني بيورينا العالم كله وبنلف مع العالم كله. ده فخر، وفخر أن تكون أهلاويا، وأنا دايما بقولها أن تكون أهلاويا هي نعمة. الأهلي مش بس فخر لجماهيره، الأهلي فخر لمصر وللعرب وفخر لقارة أفريقيا. وديك شايف يا محمد إحنا النهاردة خدنا بطولة 3 قارات وبننافس على بطولة النصف الآخر من العالم، أكيد وإن شاء الله بأمر الله هنا في الدوحة. وإحنا محظوظين جدا أن يكون المنافسات أو المرحلة دي من البطولة عندنا هنا في الدوحة وسط جمهور رابطة الأهلي في قطر. طيب، فرصة بقى وأنت معايا معالي المستشار، وأكيد كان عندك اجتماعات في الساعات الماضية، وأكيد لو عايزين نطمن جمهور الأهلي اللي بيستعد للسفر إلى الدوحة، حجز التذاكر هيبقى إزاي؟ هل في ترتيبات مع اللجنة المنظمة؟ أنتوا كمان عاملين ترتيبات على فكرة كمان استقبال الجماهير خلال تواجد الأهلي بإذن الله في الدوحة، والتواصل والفعاليات اللي هتكون موجودة في ملعب 974، وربنا يكرم إن شاء الله كمان في استاد لوسيل إذا ربنا كرمنا وتأهلنا إلى الفاينل أمام ريال مدريد. ان شاء الله. اولا محمد، هو الاجتماعات ما كانتش الساعات الاخيره بس، انا هدي لك تفصيل كده متسلسل اللي حصل. اتفضل. احنا تم التواصل معايا من اللجنه العليا او اللجنه المنظمه للبطوله من قبل مباراه العين، ولو كنت تشوف الشغف والتمني اللي موجود في عيون كل الناس وفي كل احاديثهم ونقاشاتهم معايا من قبل مباراه العين، ان الكل بيتمنى ان الاهلي يكون موجود في الدوحه، لان الاهلي وجوده، الاهلي في حد ذاته هو براند، جمهور النادي الاهلي هو اعظم جمهور في الكون. ففعليا قبل مباراه العين محمد كان في حماس كبير جدا للناس، والناس حتى اللي ما بيشجعش الاهلي من اللجنه المنظمه بيتمنى ان الاهلي يكون موجود حبا في الاهلي وحبا في جمهور النادي الاهلي. ومباشره بعد ما ربنا وفقنا وكسبنا العين، تاني يوم على طول الصبح كان في اجتماع في اللجنه المنظمه مع اداراتها المختلفه، لانه في حاجات طبعا انت عارف الموضوع، اللجنه المنظمه في يعني في تخصص، ففي ناس مسؤوله عن الفعاليات الجماهيريه والفان زونز، في ناس مسؤوله عن اداره المباريات، في ناس مسؤوله عن وصول البعثات والترتيب مع الانديه. واحنا قعدنا مع كل الجروبات دي لانه لنا يعني شغل مع الجميع. ولكن اللي كان واضح جدا من الاجتماع الاول انهم عايزين يعملوا كاس عالم مصغر، كاس عالم انا بتكلم هنا على كاس العالم قطر 2022، عايزين يعملوا كاس عالم مصغر بنفس الموديل بس على حجم اصغر. واللي شجعهم على ده هو وجود جمهور الاهلي، وبالطبع طبعا وجود ريال مدريد في البطوله. أكيد. فالتنسيق والترتيب مع اللجنه على اكثر من محور، المحور الاول طبعا هو بالنسبه لنا احنا كجمهور رابطه الاهلي اللي هو استقبال البعثه، واللي هي بالنسبه لنا مش مجرد ان احنا بنعمل شكل تاريخي لاستقبال البعثه، ولكن هي رساله بنديها للاعبين والاداره الفنيه بمجرد وصولهم ارض الدوحه، ان احنا يا جماعه هنا انتوا كانكم بتلعبوا في استاد القاهره، وبنوصل رساله انه انتوا جايين مش مباراه وديه، انتوا جايين تحققوا انجاز وجايين نكتب تاريخ مع بعض على ارض الدوحه. وطبعا قدمنا طلباتنا بالحصول على الموافقات الرسميه لتنظيم استقبال، وان شاء الله يكون يعني احنا زي ما اتفضلت يا محمد وقلت ان احنا عملنا قبل كده وعندنا خبرات التنظيم والحاجات دي، ولكن احنا دلوقتي اي نجاح بنحققه بيبقى عندنا مسؤوليه كبيره ان احنا نعلي على النجاح ده ونحقق يعني افضل حاجه ممكنه بإذن تليق الله بالنادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي. بإذن الله. فاستقبال الفرقه في المطار واستقبال البعثه ده اول شق. الشق الثاني وبالنسبه لي انا شايفه الاهم واللي كان فيه تجاوب كبير جدا من اللجنه المنظمه، هو ازاي يكون في فعاليات واستقبال وترتيب كل شيء يتعلق بكل الجمهور. زي ما بتعرف يا محمد المناسبات الثلاثه اللي فاتت كان كاس العالم للانديه وبطولتين سوبر،
كانوا في ظل ظروف كورونا، فكان الامور كانت صعبه جدا، ما كانش في فرصه ان حد من الجماهير من خارج دوله قطر يجي موجود او يحضر الى قطر، فكنا بنقوم بالدور كله بالتشجيع والى اخره. لكن النهارده الحمد لله الظروف مواتيه جدا، الاستاد ساعه كامله بظروف التاشيرات متاحه للجميع انهم يحضروا، فبعد التواصلات وبعد التنسيق مع الجميع في عدد كبير جدا من الجماهير النادي الاهلي جايه من مصر، في ناس كبيره جدا جايه من دول الخليج، من السعوديه، الامارات، الكويت، من البحرين كمان اتواصلوا معانا. فده احنا ده دورنا هنا في رابطه مشجعي النادي الاهلي، هو لن يقتصر على الوجود في المدرج علشان بس ندعم الفرقه، لا، دلوقتي الموضوع بقى اكبر شويه، الموضوع بقى دورنا دلوقتي ان اخواتنا واهلنا الاهلاويه اللي جايين من كل انحاء العالم جايين على بلد ضيوف علينا، فطبعا وحضرتك والفرقه وكلكم تشرفونا على راسنا، فبقى عندنا دور اكبر من ده ان احنا نسهل للناس دي كل الاجراءات اللي هم عايزينها، سواء كان اجراءات الفيزا، اجراءات الاقامات، التنقل داخليا، التنسيق بشان موضوع التذاكر، ونكون كمان، وده الاهم جدا، ان احنا نكون حلقه الوصل فيما يتعلق بالمعلومات ما بين اللجنه المنظمه او الفيفا وما بين الجماهير في مختلف تمام. انحاء العالم. طب عندي جزئيتين مهمين جدا اكيد الجمهور بيسال عنهم دلوقتي. منصه حياه اللي كان ليها دور في مساله تسهيل الاجراءات والسفر في كاس العالم قطر 2022، نفس الرولز والاجراءات في هذه البطوله؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالتذاكر، عارفين منصه فيفا لو دخلت حجزت انت وحظك، هل تقدر رابطه المشجعين من خلال علاقتها مع اللجنه المنظمه يكون في كوتا من التذاكر لجمهور الاهلي من خلال اللجنه المنظمه، ولا الامر ده هيبقى صعب شويه؟ طيب، هو طبعا زي ما انت قلت المنصه الرسميه هي منصه الفيفا، ولكن احنا عندنا في ايقونه المدرج او ايقونه جماهير النادي الاهلي اللي هي الثالثه شمال، ده بالنسبه لنا اولويه، فاحنا اول أكيد. طلب طلبناه طلب ان احنا نخصص كوتا، اي كوتا او اي يعني جروب اوف تيكتس زي ما هم بيسموه في الفيفا، ده بيتم عن طريق الفيفا ولكن بالتنسيق مع اللجنه المنظمه. طبعا هيحصل تنسيق ان شاء الله او هيحصل تخصيص، ولكن مش في المرحله دي. المرحله الاولى يا محمد هي طرح التذاكر زي ما حضرتك عارف بكره لحاملي بطاقه فيزا، ويوم 21 للبقيه. السؤال هنا هل ما هي نسبه التذاكر التي ستطرح اونلاين سواء كان بكره او يوم 21؟ هي نسبه ليست بالكبيره، المرحله الاولى اللي هي بكره نسبه قليله جدا، النسبه اللي هتطرح يوم 21 هي كمان مرحله بعدد اكبر، ولكن مش كل التذاكر، باقي التذاكر سيطرح بعد ما انتهاء عمليات التنسيق مع الانديه والفرق. حتى الان وحتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها محمد لم يتم الاتفاق نهائيا مع الانديه المشاركه وبما فيها النادي الاهلي على الكوتا بتاعه كل فرقه، كل نادي، وده هيحصل من بعد يوم 21، وبعد ما يتم التنسيق ما بين الفيفا، لان في ورك شوب هتحصل ما بين الفيفا وما بين كل الانديه المشاركه للاتفاق على الشكل النهائي فيما يتعلق بتخصيص الكوتا لكل نادي وجماهيره، او احنا طبعا من ضمن الموضوع ده. فبعد ما يخلصوا التنسيق وتتحدد الكوتا اللي هياخدها كل نادي، هيبداوا بعد كده في مرحله الطرح الاخيره للتذاكر. كويس جدا. بالنسبه طبعا للنقطه الاولى اللي هي الخاصه بمنصه هيا، احنا وصلنا وجبنا كل المعلومات الموثوقه ووصلناها لكل الناس عبر بث مباشر وبوستات والسوشيال ميديا بشكل عام، ولانه الموضوع مختلف الى حد بسيط ما بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليج او اللي جايين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. اكيد. ولكن في جميع الاحوال هي اجراءها بسيط جدا، ما بيستغرقش اكثر من 10 دقائق على الابلكيشن، وبتكون التاشيره طلعت ورسومها لا تتجاوز ال 100 ريال. يا رب باذن الله. احنا عايزين نحشد عدد كبير، 974 ده يبقى فيه 30,000 مشجع اهلاوي، نجهز نفسنا بدري بدري ان شاء الله، حتى يعني ناخد حتى ربع الساعه في استاد لوسيل مؤقتا لغايه لما نشوف الاول ماتش يوم 14. في حاجه تانية لو تحب تضيفها معالي المستشار، او تفاصيل جديده تحب تقولها يعني لو في اجتماعات او في حاجه هتحصل في الساعات اللي جايه؟ طبعا. شوف يا محمد، في نقطه مهمه جدا، اتفضل. احنا دايما بنشوف انه جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، وجمهور النادي الاهلي على مر العصور يعني بيفرح لمجرد الحصول على البطولات والانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي، فاحنا ارتقينا انه جمهور النادي الاهلي ودخوله لقطر في بطوله بالحجم ده هي الاولى من نوعها وقد تكون الاخيره كمان من نوعها، وهي الاعلى على الاطلاق على مستوى الانديه، قلنا ناخدها فرصه ويكون الحدث ده او الفعاليات دي هي فعاليات تحت عنوان تكريم جمهور الاهلي.
اللجنه تكريم المنظمه جمهور وافقت ان الاهلي. احنا نعمل فعاليات باسم النادي الاهلي وجمهوره في الايام السابقه واللاحقه على المباريات، وهيكون في فعاليات اجتماعيه ورياضيه كبيره جدا قبل المباراه وبعد المباراه وفي الايام التاليه، كلها بطابع اهلاوي بحت، وفي تنسيق بشكل كامل جدا مع حتى النادي ومع اللجنه المنظمه، ودعم طبعا من السفاره المصريه هنا. ان أكيد شاء الله بامر الله هيكون في مفاجات كبيره جدا لكل جماهيرنا اللي جايين من كل انحاء العالم، وبصفه خاصه اللي جايين من مصر ودول الخليج. أكيد إحنا لسه بنسخن، لسه هيبقى لنا لقاءات كتيرة الفترة الجاية، المشوار لسه طويل إن شاء الله. انا معاك واتشرف ان انا اكون معاك يا محمد بشكل الشرف شخصي، لينا. وطبعا في قناه بيتنا الكبير هي لها الاولويه في كل حاجه، وان شاء الله يا رب. انا يعني دايما لما كانوا بيكلموني بيسالوني على استاد اللوسيل بقول لهم احنا صحيح هناخد كل ماتش مباراه بمباراتها او كل مرحله بمرحلتها علشان التركيز في المباراه الاولى في استاد 974، أكيد ولكن عنا على استاد اللوسيل، وان شاء الله الاهلي عودنا انه ما عندناش تقفل الطموح، عنا على استاد اللوسيل وعنا على كاس البطوله، إن ليه شاء لا؟ الله فاحنا الاهلي بإذن الله. معالي المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، شكرا جزيلا ليك على هذه الإضافة وعلى هذه المداخلة المهمة جدا. وإحنا كده بنسخن شوية شوية على بطولة فيفا انتر كونتيننتال بمناسبة المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس، وأكيد إحنا متواصلين معاكم بشكل يومي في كل الأحداث القارية والدولية خلال الفترة الجاية عشان نقرب لكم الصورة قبل ضربة البداية في كل الأحداث الكبيرة اللي مقبل عليها الأهلي خلال الفترة اللي جاية. خبر اخير قبل ما اطلع لفاصل واستقبل ايمن جيلبرتو. النهارده اتحاد الكره اعلن رسميا تقدم قائمه المهندس هاني ابو ريده باوراق الترشح لانتخابات اتحاد الكره. يمكن القائمه ما تواجدتش في مشروع الهدف لتقديم الاوراق الترشح، ولكن تواجد المستشار القانوني للمهندس هاني ابو ريده واللي قدم اوراق الترشح لقائمه الانتخابات اللي هتخوض انتخابات الاتحاد باذن الله يوم 10 ديسمبر. المهندس هاني ابو ريده بيخوض الانتخابات على مقعد الرئاسه، ومعاه الاستاذ خالد الدرندلي على منصب نائب الرئيس، وفي العضويه احمد حلمي الشريف، الاستاذ حماده، طبعا كلهم اساتذه اجلاء، حماده الشربيني، مصطفى ابو زهره، طارق محمد ابو العنين، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، والزميله العزيزه ايناس مظهر. كل التوفيق يا رب لاسره كره القدم المصريه. يمكن دي القائمه الاولى التي تقدمت للترشح على انتخابات اتحاد الكره. هل هناك قائمة أخرى ستظهر في الساعات القادمة؟ حتى الآن الأمور مش واضحة. هل عدم وجود مساحة للترشح بشكل فردي عامل صعوبة لكل الناس اللي بتفكر في خوض الانتخابات؟ وارد جدا، ولكن هننتظر. النهاردة بنتكلم في الأربع، باقي الخميس والجمعة والسبت، يعني 72 ساعة حاسمة لمعرفة المشهد العام لانتخابات اتحاد الكورة. عايز أقول لكم كمان بالمناسبة، المهندس هاني أبو ريدة تقدم بأوراق ترشحه كعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي فيفا، وخلال الساعات القادمة هناك اجتماع للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي اللي بيترشح لمقعد الفيفا في الكاف. الفيفا هو اللي بيراجع أوراقه، فخلال الساعات القادمة هناك اجتماعين، اجتماع للجنة الحوكمة في الاتحاد الإفريقي عشان تنظر في أوراق المرشحين على عضوية الكاف، وهناك اجتماع للجنة الحوكمة في الفيفا عشان تنظر في أوراق المرشحين على عضوية فيفا. عضوية الفيفا المرة دي المنافسة فيها كبيرة ومختلفة، هنشرح ده في حلقات جاية، بس عايز أقول لكم إن المرة دي حسب المعلومات اللي عندي يعني فيما لا يقل عن 14 مرشح قدموا أوراق ترشحهم لعضوية مجلس الفيفا عشان ينجح منهم 6، من ضمن الستة مقعد للمرأة. عدد كبير، المنافسة هتبقى قوية. مهندس هاني أبو ريدة، كابتن فوزي لججع من الجامعة الملكية المغربية، في سليمان أوبيري من جيبوتي، في أماجو بينك من نيجيريا، الأسماء كبيرة والمنافسة قوية ومحتدمة. والنهاردة أو الأيام اللي جاية هنشوف انتخابات مختلفة تحديدا على مقعد الاتحاد الدولي. كل التوفيق لأسرة كرة القدم المصرية وللمهندس هاني أبو ريدة تحديدا على عضوية الفيفا خلال الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز الأخبار والموضوعات اللي معانا النهاردة في برنامج الترند. الفقرة الحوارية مختلفة شوية، هتكون إفريقية وعالمية، هنناقش موضوعات مختلفة وهنتكلم في تفاصيل على الفرق المنافسة اللي هتواجه الأهلي الفترة اللي جاية. كل ده ولكن بعد الفاصل مع الزميل العزيز أيمن جيلبرتو المحلل الفني. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذه الفقره الحواريه اللي هيكون فيها تفاصيل فنيه ليها علاقه بالتفاصيل الرقميه والفرق المنافسه اللي هتواجه الاهلي سواء على بطوله كاس التحدي في قطر او حتى في مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه،
والنهارده كده هنعمل خناقه لذيذه على التصنيف، اول ولا تاني ولا تالت، الفيفا هيعتمد ايه معياره، ممكن يفكر فيها ازاي. تعرفين الحاجات اللي زي دي تبقى فرصه كويسه نتناقش فيها شويه قبل ما تبقى رسميه، لان لما تبقى رسميه خلاص بقى بتبقى قتله بحثا يعني. كمان النهارده عندنا كلام مهم جدا على بطوله كاس الامم في المغرب، منتخبنا الوطني عنده مباراتين خلاص يعني ما لهمش اي تاثير في اي شيء، منتخبنا ضمن التاهل لكاس الامم باربع انتصارات متتاليه، فهنتكلم على المنتخبات المتاهله الى المغرب، المنافسه على منتخبات ممكن لسه حظوظها مش واضحه، كل دي بالتاكيد تفاصيل هنتناقش فيها مع زميلنا ايمن جلبرتو المحلل الفني هنا على شاشه قناه الاهلي. ايمن منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا النهارده لاول مره في برنامج الترند. يعني انا اللي اسعد يا محمد، ويعني دايما متالق، والبرنامج هنا زي ما انت كده بتقول دايما بيحط ايده كده على حاجات معينه نشاور عليها للناس يتعلموا ويستفيدوا وكلنا نستفيد يعني. اكيد اكيد. طب ابدا معاك بكاس فيفا انتر كونتيننتال، وانت البطوله دي المحببه بالنسبه لك، مركز في تفاصيلها ومواعيدها ومبارياتها والفرق المنافسه. هبدا معاك اولا الفرق اللي ممكن تواجه الاهلي، باتشوكا المكسيكي، بوتوفوجو البرازيلي، واتليتيكو مينيرو. شايف الثلاث فرق في مستوى واحد ولا مستوى مختلف؟ طبعا يعني كمتابعه ما نقدرش نقول بشكل مفصل قوي، لان برضو لما البطوله اتحددت والامور كان لسه قاره امريكا الجنوبيه تحديدا كان لسه مباريات حتى وقتها في دور ال 8 وال 16 والامور اللي زي دي، لكن دلوقتي في الوضع الحالي نقدر نقول بوتافوجو هو الاقوى، بوتافوجو هو الابرز، لانه حتى في الدوري البرازيلي هو اللي متصدر. المنافسه بينه وبين بالميراس الفرق تقريبا بنتكلم 4 نقاط، 33 جولة ولسه باقي حوالي 5 جولات على نهاية الدوري البرازيلي. أتلتيكو مينيرو بعيد كترتيب، يعني بعيد بنتكلم تقريبا في المركز ال11، يعني هنا هو ده بوتافوجو حتى رقميا السنة دي، احنا بنتكلم الماتشات دي ماتشات 2024 عموما. بالنسبة للفريق بوتافوجو 68 مباراة كسبانين 39، تعادل 17، خسارة 12، مسجلين 113 هدف ومستقبلين 58 هدف، متوسط اعمارهم 28. فبنتكلم النهارده ان هو في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده بوتافوجو هو الفريق الابرز، هو الفريق الاقوى، المرشح ان هو يتوج بالدوري البرازيلي، المرشح ان هو يتوج بالليبرتادوريس، في برضه قصه ان الفريق كان بعيد وكان في الدرجه الثانيه وبعد كده رجع وابتدى يرجع ينافس ثاني، فعنده فرصه ان هو ياخد ثنائيه، فهو على ارض الواقع حاليا هو الفريق الابرز. يمكن اتلتيكو مينيرو وباتشوكا المكسيكي نقدر نقول ان وضعهم برضو الحالي، احنا مالناش دعوه ايه اللي حصل الموسم اللي فات او الفترات اللي بنتكلم على الوضع الحالي، اتلتيكو مينيرو بعيد كترتيب في الدوري البرازيلي، يعني لو استعرضنا برضو ارقامه هتلاقي ان اتلتيكو مينيرو لعب 65 مباراه السنه دي، عنده مباريات مؤجله عن فرق 3 مباريات بالظبط، بس هو عنده تقريبا عنده مباراه او 2 مؤجلين في الدوري البرازيلي. بص حتى نسبة الفوز أقل، التعادل كتير، الخسارة 18، فرق 11 مباراة فوز عن بوتافوجو، يعني بوتافوجو هو اللي متصدر، يعني المنافسة في البرازيل بوتافوجو بالميراس والفريق اللي هو في المركز الثالث فروتاليزا، هو ده الفريق، هم دول الثلاثة اللي قريبين من بعض في المنافسة. فأتلتيكو مينيرو نقدر نقول هو بعيد في المنافسة، حتى معدل الأهداف كمان بعيد بالظبط، لكن في النهاية بوتافوجو اتلتيكو مينيرو هيلعبوا ماتش كاس، يعني النهائي ماتش واحد في الارجنتين، ماتش واحد في الارجنتين يوم 30 نوفمبر، هو ماتش كاس. فطبعا حاله الفرق ايا كانت ملوش حسابات، في ملعب كمان محايد، فالامور كلها هتفضل 50-50. بالنسبه لباتشوكا، باتشوكا برضو حسب نظامهم في الدوري المكسيكي واللي عندهم برضو شغل البلاي اوف والقصص دي، يعني ترتيبه بعيد، ودي يعني دي مباريات اللي هي في الموسم ده كمان. بالظبط كده، بنبص 17 مباراه كسبانين 3 متعادلين 4 خسرانين 10 مسجلين 20 ومستقبلين 29، فهو في الوضع في الوضع الحالي فريق مستواه بعيد. فطبعا اكيد بالنسبه للنادي الاهلي لو هتتكلم، يعني لو هنلعب ماتش الشهر الماتش الشهر اللي جاي، فانت لو هتفكر هتروح اكيد ل باتشوكا، هتروح ممكن لاتلتيكو مينيرو، تحاول تبعد عن بوتافوجو، ولكن من وجهه نظري ان اي حد فيهم هيبقى عنده مشكلتين تتعلق بوقت المباراه بتاعت يوم 11 اللي هي ديربي الامريكتين، اللي هي باتشوكا مع ايا كان الفائز من بوتافوجو واتلتيكو مينيرو هيلعبوا يوم 11، وبعد كده يجوا يلعبوا الاهلي 14. الفرقتين بتوع البرازيل الدوري البرازيلي هيخلص اصلا قبل ماتش ديربي الامريكتين بايام قليله، يعني فرقه في التوب فورم. بس برضه ما في سفر وفي اجهاد، يعني هم توب فورم كلاعب، لكن برضه هو عنده السفر اللي جاي، انت ممكن هنا كنادي اهلي هتبقى قاعد مستني، يبقى عندك ادفانتج الراحه اللي انت عمرك ما كنت بتقابل
بطل امريكا الجنوبيه مثلا بتلعب قبليه، انت بتلعب قبليه ماتش او ماتشين، تبقى جاي من الدوري بتاعك تبقى خلصان. المره دي انت هيبقى عندك الادفانتج بتاع ان انت هتلاعب بطل امريكا الجنوبيه او بطل امريكا الشماليه، يعني اي منهما هتلعبه وانت المفروض ان انت الاكثر راحه، يعني حتى لو هتلعب قبليه دوري ابطال افريقيا بس قصدي ان انت تكون قبل مباراه 14 الاهلي هيلعب في جوهانسبرج يوم 7. تمام، يعني في فرق اسبوع بالظبط، فما اعتقدش يعني صعب ان يتحط مباراه محليه في النص. فتمام، مفيش مباراه محليه في النص، فانت الاسبوع ده هيبقى فرصه جيده ان انت تستعد وتستقبل بقى الفريق اللي انت هتلعبه يوم 14 في ملعب 6-7-4 المميز. 9-7-4 المميز. نقطه، وانت بتتكلم كنت مع رئيس رابطه الجمهور في قطر، الجمهور الاهلاوي يعني من النهارده اللي معاه يقدر يحجز يحجز. يوم 21 اللي يقدر يحجز يحجز، لان البرازيليين ما بيهزروش. صح. يعني شفنا اتزنقنا في مباراه اعتقد امام بالميراس في الامارات، شفنا طبعا كان وضع مفاجئ إن فرصه بقى ناخد حقنا. ايوه، مسيطر على الملعب بدري بدري، مسيطر على الملعب بدري بدري، لان الجمهور البرازيلي كده كده بيستبق واعدادهم كبير، فيقدروا لا ده بيعملوا يعني رحلات وتجوال بشكل غير طبيعي. يعني فان شاء الله الجمهور الاهلي يبقى مستعد بشكل اكبر. واخر حاجه في الحته دي انا بالنسبه لي اخر حاجه ليه يا عم، قول براحتك. براحتي طبعا. عشان عندنا لسه تصنيف. طبعا. بس لا، هي فرصه للنادي الاهلي للامانه اللي ما قدرناش نحققه في كاس العالم للانديه بالشكل اللي هو القديم ده، نقدر نحققه هنا. اولا الفيفا بيعتبر البطوله دي مكمله لكاس العالم للانديه بالشكل القديم. مظبوط. يعني حتى هتلاقي في اللي هي السجل الابطال، هو خلاص اعتمد حتى ابطال الانتر كونتيننتال اللي هي كانت بتلعب بين فريقين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه، من الاول خالص اعتمدهم كابطال وحطها في الموقع الرسمي، وبيقول ان البطوله دي هي مكمله للبطوله القديمه اللي احنا لسه لاعبينها وحققنا فيها البرونزيه 4 مرات. دي مكمله ليها في فكره التسلسل، ان انا عايز اعمل بطوله سنويه للانديه بعيدا وفصل تماما كاس العالم للانديه اللي هي كل 4 سنين، دي قصه لوحدها. فهنا دي فرصة حقيقية للنادي الأهلي وفرقته إن هم يكتبوا تاريخ، حاجة ما حصلتش، ما فيش حد. بص، الجيل الحالي بيقارن بكل الأجيال طبعًا، إن في عدد البطولات، دوري الأبطال، فيه موجود كل ده اتحقق. طب أنت إيه اللي أنت ممكن تتميز بيه؟ اللعيبة الحالية يقدروا يتميزوا بيه إن أنت توصل نهائي البطولة دي وتلاعب ريال مدريد على لقب يعني هو الأغلى بالنسبة لك. فهي فكرة حتى بس النطة بتاعت إن أنت تاخد كأس التحدي دي أو السيمي فاينل تعدي ليه النهائي دي، هتبقى ده تاريخ لوحده. بالظبط كده، هتتكتب في سجل هذا الجيل فقط، وبعد كده ان شاء الله بقى الاجيال اللي جايه تكرر هذا الامر. يعني عايز اكد لحضراتكم، ومن غير ما نعرض لائحه او نعرض المستندات الرسميه، الناس اكيد عارفه يعني، بس عايز اكد لحضراتكم ان مباراه يوم 11 ديسمبر ديربي الامريكتين، هيبقى الفائز هيستلم كاس ديربي الامريكتين مع ميداليات ذهبيه للفريق الفائز، نفس المراسم اللي اتعملت في مباراه الاهلي والعين. نفس الامر في مباراه يوم 14 ديسمبر، الفائز ما بين الاهلي مع الفرق الثلاثه الاخرى هياخد كاس اسمه كاس التحدي مع ميداليات ذهبيه للفريق الفائز. ثم تصل الى بقى ليفل الوحش، مباراه الريال. يا نهار ابيض، ده الكاس بقى اللي هيجمع كل الكؤوس على ابطال القارات. انت خليتني اتخيل ان احنا واقفين كده يوم مثلا 19 او 20 والثلاث كؤوس دول جنبنا. تعرف ان كل كاس منهم بطوله قاريه. طبعا ده رسمي، واحنا ده رسمي، واحنا يعني هي اصل اكثر تتويجا احنا اتكلمنا فيها كتير يا محمد. بالزبط. هي مش محدش هيجي يقول لك خد كاس الاكثر تتويجا، لا، هي حاجه معنويه تسويقيه. عرف الناس بتحترم بعضها فيه، يعني ميلان الايطالي احترم النادي الاهلي في 2014 وقت بعد ما الاهلي توج بالسوبر امام الصفاقسي، وقال تمام بس نستاذنكم وقتها، انا فاكر التفاصيل وقتها، بس معلش احنا بايعين حقوق تسويقيه بالشعار ده لفتره، فبعد ما نخلص الفتره دي هنبتدي نسوق بشكل جديد. وقتها حتى ابتدوا يسوقوا ان هم الاكثر نجاحا في اوروبا، راح جاي برشلونه في 2015 راح قايل لك ايه، لا ده احنا اللي بقينا الاكثر نجاحا في اوروبا وقدامنا لقب ونعادل الاهلي، وبعد كده هم عادلوا الاهلي فعلا وقتها، وهم برشلونه كان حاسب بطوله اسمها كاس المعارض، ثلاث القاب حسبها عشان يوصل للنادي الاهلي. فهنا انت مش بتدور بقى ايه، انا اسف يعني مع احترامي طبعا لكل البطولات، انت مثلا مش بتجيب بطوله عربيه، مش بتجيب بطوله مثلا، انت جايب بطوله معتمده من الفيفا، لقب معتمد من الفيفا بتضيفه لرصيدك، وبتقول انا دلوقتي كنادي الاكثر نجاحا، انا 28 لقب
قدامي بطوله ممكن ابقى 29 وبتقرب المسافه اللي كان ممكن تبقى اكثر قربا لو النادي الاهلي السوبر الافريقي اللي فات واللي قبله قدر انه يفوز بيه. لا وانت كمان هتلاعب الريال، انت لو كسبت الريال مش محتاج بقى الاكثر تتويجا خلاص. لا انا لو كسبت انا كسبان الريال هو الاكثر الاكثر تتويجا. عارف انت بالمبدا ده؟ بالمبدا ده اه بس لا انت النهارده لو كسبت ريال مدريد في الانتر كونتيننتال يا خبر ابيض على اللي هيحصل. طيب ده جانب مهم جدا، تعال نخش لجانب الولايات المتحده الامريكيه. القرعه يوم 5/12 في مدينه ميامي، وميامي في ولايه فلوريدا، والفتره اللي جايه هنحاول قدر الامكان نقربكم شويه. انا عارف الجانب الجغرافي مهم جدا في الجزئيات اللي زي دي، بس فرصه للشباب اللي بيتفرج علينا على شاشه قناه الاهلي نقدم له ماده رياضيه بس ليها علاقه بالثقافه الجغرافيه. وانت بتلعب في الولايات المتحده الامريكيه اكيد ناس كتيره ممكن ما تعرفش ولايات معينه، ممكن ما تعرفش مدن معينه، ولكن فرصه تواجد الاهلي هناك هنقدم من خلاله ماده اعلاميه على المستوى الرياضي وعلى المستوى الجغرافي، احنا نستفيد وجمهورنا بالتاكيد يستفيد. القرعه يوم 5/12 في ميامي الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. وجود الفرق المشاركه، وجود اكبر الفرق في اوروبا، احنا بنتكلم نسخه مصغره من دوري الابطال. يعني لما تلاقي 12 فريق من اوروبا منهم 8 دايما موجودين في الكوارتر فاينل. شايف البطوله ازاي والقرعه يعني بعد اقل من شهر؟ هي طبعا بطوله هي واخده خدت جدل كبير، لان برضو خلي بالك الفتره دي في زحمه في البطولات والماتشات، وبنشوف حتى التوقف الدولي ده تقريبا انا بقول كده دي بدايه التمرد. يعني التمرد اصبر بس كمان توقفين كمان اللعيبه هتبتدي فعلا. انا متوقع ان على نهايه السنه دي وارد جدا يحصل ازمه كبيره مع الفيفا فيما يخص التوقفات الدوليه، مش يعني بطولات الانديه امرها سهل، لكن فيما يخص عدد التوقفات الدوليه والمباريات، لان اللعيبه كم اللعيبه اللي بيتساقط بسبب الاصابه قبل التوقف الدولي الحالي كبير جدا على مستوى العالم كله. فالبطوله دي بالنسبه للفيفا زي ما بنقول كده كانت مهمه جدا، والفيفا حتى لو تفتكر يا محمد في 2000 لما قال النسخه الاولى ليها كانت 2021 في الصين، كان وقتها النظام ب 24 نادي تفتكر ده في البدايه خالص، في البدايه خالص، ووقتها اتاجلت عشان كورونا لما رحلوا اليورو ورحلوا الاولمبيكس ورحلوا عدد من البطولات. وادي الصوره هي الانديه المشاركه. بص مهم يعني لقطه ان لوجو النادي الاهلي وسط لوجو حاجه جميله، رقم واحد طبعا حاجه جميله جدا، ويعني دي حاجات مش ببلاش اللي هو لا ده بتدفع فيها فلوس. شوف الناس لا اللي احنا قصدي لما النادي الاهلي ناس تتكلم انت بتجيب صفقات وبتسافر بطيارات خاصه افريقيا، الجائزه مثلا في افريقيا ممكن ما تغطيلكش بس بص هي دي في ناس مهما صرفت من مليارات ما بتوصلش هنا، اسمها كده ما بتوصلش بالظبط كده. فده حاجه يجب ان نفتخر بيها. فالنهارده استكمالا الفيفا مهتم جدا بالبطوله دي. حتى لما اتاجلت انا فاكر تصريح لإنفانتينو طلع قال كده، قال البطوله دي مهمه جدا للاتحادات وللانديه وللفيفا ولكل الناس، لان البطوله دي هي اللي هتجيب ريفينيو نقدر نستمر ونكمل بيه. فهو وقتها راحوا معدلين النظام ل 32 وهتتلعب كل 4 سنين في السنه اللي قبل كاس العالم وظبطوا الدنيا. طيب النهارده احنا البطوله دي زي ما قلنا اهم حاجه فيها المعيار اللي كان فيها ان هم مش عايزين بس مجرد ان التوب ليفل بتاع الانديه هو اللي يخش، هو مش عايز يكرر كمان البلاد فحط لها معايير معينه. هتلاقي ان في بنفيكا وبورتو، هتلاقي بروسيا دورتموند، هتلاقي سالزبورج. ليه؟ ده عشان المعيار بتاع ناديين من دوله واحده ما يبقاش اكتر من ثلاثه بالظبط. ما يبقاش الامور فيها زحمه، ما تلاقيش مثلا من ال 12 خمس انديه او ست انديه من انجلترا. مظبوط. فتعرف التصنيف ده بسببه ليفربول مش موجود، ليفربول، ميلان. في مين تاني في المانيا؟ اعتقد لايبزيج مش موجودين، ارسنال مش موجود، مانشستر يونايتد. كل دول بسبب ان ريال مدريد لما كسبها مرتين في الاربع سنين دول ادى الفرصه للايبزيج عفوا لسالزبورج. النهارده ايه بقى الخناقه اللطيفه اللي احنا هنتخانقها النهارده دي؟ التصنيف. قدمها انت بقى موضوع التصنيف. بص يا باشا، انت عندك 8 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق، فبالتالي 32 نادي بالظبط. عندك رؤوس المجموعات ما بين الفرق الاوروبيه في 12 نادي، اكيد طبعا بنتكلم في 8. هل هيبقوا 8 من اوروبا ولا ممكن 6 او 7؟ دي اول حاجه. انا اتوقع ان اول حاجه مش هيبقوا 8، لان في انتر ميامي وبعرف الفيفا البلد المنظم بالظبط، بعرف الفيفا الراجل الانتر ميامي لازم يبقى هو رقم واحد في التصنيف. وبعدين ضربه البدايه ميسي بالظبط يعني كده، هو اختاره اصلا بدون الناس كده ودي يعني بتتخانق عشان اللي هم خرجوا من البطوله التنافس بتاع البطوله المحليه دلوقتي، فقال لك طب انتوا اخترتهم على اي معيار يعني. ولكن تمام عشان معيار ميسي ما ده كفايه بالظبط كده. ده كفايه. فالنهارده انتر ميامي انا بالنسبه بوجهه 100% لازم يبقى موجود رقم واحد. طيب في 7 فرق، ال7 فرق دول انا اتوقع ان لازم هيبقى ريال مدريد اكيد، تشيلسي، مانشستر سيتي، لان دول ابطال اوروبا
صح. يعني تشيلسي في التصنيف بعيد ولكن هو بطل أوروبا كمتأهل. يبقى كده اتكلمنا في اربع فرق. في بقى اربع فرق تانيين انا متوقع ان يعني واحنا حتى كنا بنتكلم قبل الهوا ان على الاقل في ثلاثه منهم، اثنين او ثلاثه لازم يبقوا من اوروبا، وممكن يبقى في اثنين او واحد من امريكا الجنوبيه. مظبوط. لو من اوروبا بنتكلم اولا باريس سان جيرمان، ده مؤكد. باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عشان حتى في التصنيف هم كانوا الاعلى يعني، دول اعتقد بنسبه كبيره موجودين. ممكن بقى تلاقي يوفنتوس او بورتو حسب حد منهم، لكن ممكن تلاقي ان في باريس سان جيرمان وبايرن موجودين كتصنيف اول عشان خاطر التصنيف بتاعهم اصلا كان عالي. طيب التصنيف الثاني بقى، طيب برضه حاجه مهمه لازم نشرحها للناس. طب انت كده لو خدت فريق من امريكا الجنوبيه في المصنفين واحد، اعتقد بالميراس. مين؟ بالميراس او فلامينجو، حد بالميراس او فلامينجو عموما هيتبقى في النهايه ثلاثه. لان هم سته من امريكا الجنوبيه، فاعتقد بالميراس او فلامينجو حد فيهم ممكن يعني هو اللي يبقى موجود يعني. تمام. طيب خش على التصنيف الثاني. التصنيف الثاني هو بعيدا برضو نشرح نقطه كده للمشاهد، مش معنى تصنيف ثاني او ثالث او رابع ان في افضليه في المراكز، او ان مثلا الفريق التصنيف الرابع ده ضعيف مثلا. ليه؟ لان لازم هيبقى فيه تصنيف جغرافي. ايه التصنيف الجغرافي؟ ممنوع تواجد فرقتين من بلد واحده في نفس المجموعه، ده اساسي. الحاجة التانية عدم تواجد أكتر من فريقين من قارة واحدة في نفس المجموعة. نفس ممكن المجموعة. يبقى في استثناء لأوروبا لأن هم 12 العدد أكبر زي كأس العالم بالظبط كده، لكن مثلا في ستة من أمريكا الجنوبية فعش الستة دول يبقى في فرقتين منهم في نفس المجموعة، أربعة من أفريقيا يعني فعش الأربعة دول يبقى في منهم اتنين في نفس المجموعة. مظبوط. آسيا نفس الكلام بالظبط. فأنا أتوقع أن التصنيف الثاني ممكن يتواجد فيه ممثلي أفريقيا، وده ممكن يبقى بسبب نتائج النادي الاهلي ان هم يقولوا طب نحط افريقيا تصنيف تاني لان عندهم نادي النادي الاهلي ده من الانديه المشاركه بشكل كبير، طب نحط معيار ايه التصنيف التاني، نحط معاه الاربع انديه بتوع افريقيا. انت عارف الاهلي عشان يلعب العين في القاهره لعبوا بناء على ايه؟ بناء على التصنيف. رغم ان اللائحه لو تفتكر كان مكتوب ان هم يعملوا قرعه وتتبدل كل سنه، بعد كده قال لك لا هنعمل بناء على التصنيف. والتصنيف ايه بقى؟ على نتائج الفرق المشاركه في اخر ثلاث نسخ من كاس العالم للانديه، اللي هي سبحان الله منهم واحده جت من عند ربنا اللي هي اللي كنا مش موجودين فيها فاينل الوداد. بالظبط كده. بالظبط كده. فعشان كده تصنيف الاهلي كان اعلى من العين. وباكد لحضراتكم على فكره، حتى اذا ربنا كرمنا ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه او اللي بعدها بعد المونديال امريكا، بطل افريقيا لو الاهلي انت احسب كده سنتين ثلاثه جايين الماتش الاول في القاهره مهما كان اسم بطل اسيا. جميل جدا. ما دي بقى من الحاجات اللي انت نقول كده بص ده التاريخ، ده التاريخ اللي انت بتكتبه، الارث بتاعك بص بيوصلك لايه. فانا متوقع ان ممكن بنسبه كبيره انديه افريقيا تبقى في التصنيف الثاني، معاها بقى ممكن يا اما يحطوا ما تبقى من امريكا الجنوبيه، ما تبقى من اوروبا، او مثلا يقوموا حاطين الاربعه بتوع امريكا الشماليه. صحيح. اسيا عشان يبعدوا القصه دي عن بعض. المؤكد ان او من وجهه نظري ان ممكن يرحلوا باقي فرق اوروبا مع مثلا اوكلاند مع فريق تاني من امريكا. لا اوكلاند تصنيف رابع. يعني وممكن يبقى معاه بقى بقيه فرق اوروبا مع اللي هيتبقى يحطوهم تصنيف رابع، بس لازم هي تبقى معايير كلها. ايه يا جماعه الناس برضو تبقى مركزه، ما ينفعش الاهلي وسان داونز يبقوا في مجموعه واحده، ما ينفعش الهلال والعين يبقوا في مجموعه وهكذا. اكيد هيعملوها كده عشان بس التنوع وعشان المنافسه. كل الانديه قاعده مستنيه التصنيف ده مهم جدا. هتلاقي حاجة لا لا التصنيف ده مهم، والقرعه أكيد. اعتقد هي هيبتدي التفاصيل بتاعتها تبان بعد الفريق اللي هيتحدد يوم 30 نوفمبر سواء بوتاكوبو او اتلتيكو مينيرو. ده غالبا فعلا. عموما لسه مستمرين معاكم في التغطيه وفي الحديث عن مونديال الانديه، وهنتكلم كمان بعد التصنيف والقرعه والثمان مجموعات. طب المشوار اللي فيما بعد من اول ما تطلع دور ال 16 لغايه المباراه النهائيه النظام هيمشي ازاي؟ كل ده هنتكلم فيه مع ايمن جلبرتو، ولكن بعد الفاصل. طيب ده بالنسبه لدور المجموعات وشكل التصنيف والتوقعات اللي احنا بنحاول نقرب شويه من التفاصيل قبل ما يتم الاعلان عن تصنيف الفرق المشاركه في مونديال الانديه والقرعه اللي هتتعمل في ميامي ان شاء الله يوم 5 ديسمبر. طيب بعد دور المجموعات للادوار النهائيه من اول دور 16 لحتى المباراه النهائيه، وخد بالكم كمان ما فيش مباراه ثالث ورابع، التصنيف او الشكل الترتيب هيبقى ازاي؟ هل متحدد كل ده ولا احنا شرحناه قبل كده؟ بس فرصه نسمع من ايمن ترتيب المباريات ممكن يخليك تلعب مواجهة عالمية لو انت طالع تاني مجموعة في دور الـ16 او حتى في دور الـ8. طبعا يعني احلى حاجة في الفيفا ان هو ما بيسيبلكش ايه الفرصة، هو بيشرح لك كل حاجة، ما بيسيبش حاجة للاجتهاد. بالظبط، هو كل حاجة موجودة. فهي اللطيف هنا ان هتلاقي كل ماتش متحدد بترتيبه. يعني لو مثلا النادي الاهلي كان التصنيف الثاني وبقى في المجموعة بي
فهو خلاص عارف انه اول ماتش مثلا هو هيلاعب بي 1 يعني اول ماتش مع فريق اول العالمي. ماتش مع التصنيف الرقم واحد ممكن يبقى انتر ميامي مثلا لو كنت اي 2 مثلا واي 1 انتر ميامي يا سلام انا نفسي في السيتي انا بص انا عايز ميسي بحيث انتر ميامي هم ميسي ممكن يبقوا يعني لطيف شويه فريق لطيف ويا سلام بقى لو ربنا يكرم من عنده كده باوكلاند مثلا تطلع تنفع انتر ميامي اوكلاند يحط لنا بقى الجن الازرق في التصنيف في الفريق الثالث مش هتفرق المهم بس يبقى معانا ايه الفرقتين اللطاف دول ممكن نعدي صح فده حلاوتها فالنهارده كمان محددين ان انت دور ال 16 يعني خلاص هو معروف ان المجموعه جروب A هياخد من جروب B بالضبط. دور ال 16 فانت من اول هتبقى عارف ان النادي الاهلي مثلا لو في جروب A يبقى جروب B لو فيها ريال مدريد مثلا وفيها مش عارف مين تبقى انت عارف ملامح لو تأهلت هتلاعب مين الطريق كله معمول لحد الفاينل يقول لك مثلا ده الماتش مثلا ايه متصدر المجموعه الاولى مع وصيف المجموعه الثانيه ده ماتش رقم 49 الفايز يلعب المباراه الفايز بقى يلعب الماتش رقم 50 في دور ربع النهائي بالظبط هتبقى انت برضو عارف تسلسلك مشوارك ماشي ازاي على فكره ده برضو مفيد للناس اللي ان شاء الله ربنا هيكرمك وتقدر ان هي تسافر تبقى عارفه المباريات تبقى عارفه مثلا الملامح المباريات فالنهارده هو عارف مثلا تسلسل مباريات الاهلي ممكن اخر حاجه يوصلها ايه فهو يقدر لان في الحلقات اللي جايه وانت بتتكلم اكيد جغرافيا عن الاستادات فالولايات المتحده الموضوع معقد الناس فاكره من الولايات انت ممكن تتحرك طريق بري ده في ولايه ولايه ممكن تتحرك زي روسيا كده الناس في روسيا كانت في السفر ما بين المدن قصص فانت برضه نفس الامر في امريكا فان شاء الله وقتها يبقى الناس حتى اللي رايحه او الناس المصريين هناك يبقوا عارفين الملامح اللي يقدر بقى يحرك نفسه ويشوف الميزانيه بتاعته تبقى عامله ازاي بس ان شاء كبيرة. الله بقى يعني اللي يقدر يبيع حاجه من دلوقتي يبيعها لا رقم يعني الموضوع مش هيبقى بسيط يعني اكيد طبعا طيب ده جانب متعلق بمونديال الانديه وفيفا انتر كونتيننتال تعال نفصل شويه بالجانب المحلي قبل ما ننتقل لدوري ابطال افريقيا ليه كده يعني نشوف شويه اللي بيحصل في الشان المحلي عندي شويه تفاصيل كده لان الاخبار نازله في المواقع النهارده مش هنتخانق جامد يعني تعالوا مع بعض نشوف النهارده السوشيال ميديا اتكلمت وبروزت ايه في العدد من الاخبار اول حاجه معايا حساب يلا كوره على منصه اكس يمكن وكيل القندوسي في تصريحات قال المفاوضات شبه انتهت بين الاهلي وسيراميكا لبيع اللاعب واللاعب كان بيميل لسيراميكا لانه متواجد هناك منذ عام اعتقد نهايه متوقعه وافضل حل ان خلاص يعني الموضوع يتقفل بالطريقه دي وبالتوفيق بقى للاعب في اي مكان والافضل ليكم في نفس النادي اللي كان لعب فيه بقاله سنتين طبعا يعني بالنسبه للعيب ده يعني اكيد افضل حل واعتقد كمان ان النادي الاهلي يبقى قفل الملف نفسه ان خلاص بعد عرضه للبيع خلاص الموضوع انتهى لان برضه للامانه الملف نفسه كله التصريحات بتاعه اللاعب او وكيله يعني ما كانش ينفع يعني لان هو كان لازم ياخد باله برضه على قوه النادي الاهلي اكيد فده ما ينفعش طيب تعالى برضو نشوف السوشيال ميديا يمكن حساب الوطن سبورت النهارده اهتم بتفصيله مهمه ليها علاقه بتجديد عقود اللاعبين بس النهارده معانا اسم تاني غير الشناوي وغير حمزه علاء هم بقالهم ثلاث ايام شناوي وحمزه علاء النهارده بيقول لك طلبات جديده من رامي ربيعه لتجديد عقده مع الاهلي بس في التفاصيل مش طلبات تعجيزيه ولا حاجه لا رامي عايز يجدد وعايز يبقى في الاهلي بس الفكره الناس كلها مركزه على فكره اجتماعات الكابتن محمد رمضان واحاديثه مع اللعيبه لتجديد التعاقد يعني يمكن برضو رامي كان موجود في قناه الاهلي فهو اتكلم وقال لسه ما اتكلمنا يعني فبرضو عارف انت الحوار كان واضح بالظبط بس الاخبار طلعت عكس اللي قاله يعني كل واحد بقى ومصادره بيشوفه بيبقى عم عنده ايه والدنيا بتاعته ولكن هنا بس سريعا في الحته دي يا محمد برضو التركيز شديد جدا على النادي الاهلي حتى والدنيا هاديه واحنا في فتره توقف في حين ان بنشوف تصريحات رسميه وفي قصص ومشاكل وفي الماتشات ناس ممكن مثلا مش بتتخانق مع بعض بس في غمز كده ما بنشوفش بقى الكاميرات المسلطه على الدكه والكاميرات اللي جوه الملعب والكواليس ونيجي بعد الماتش فلان اتخانق مع فلان ده لدرجه ان بيتم عقد يعني عمل مقارنات ما بين مواقف اللعيبه لمجرد بس نساوي ما بين النادي الاهلي والانديه الاخرى صح. عشان ما ينفعش ان النادي الاهلي يبقى في مكان تاني يعني هو يعني بص احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بنقول ايه بص احنا بنشرح ايه هنا احنا بقى لنا ساعه بنتكلم في ايه في حين ان في المشاكل موجوده اكيد اي مكان في انا عايز اوري لك بقى بص انت بتتكلم في قضيه مهمه جدا تناول الاعلام الرياضي والقضايا الخاصه بالملفات المتعلقه باللعيبه في الاهلي شان وفي الانديه الثانيه شان ثاني خالص وده موضوع مريب جدا. واتمنى يعني عادي ادي قول اللي عايز تتكلم عن النادي الاهلي ده طبيعي النادي الاهلي ما طبيعي لازم هتتكلم عنه طب بس ادي نفس القدر ونفس الاهتمام للانديه الاخرى فيما يخص نفس الملفات خصوصا انا بقول لك حته يعني لو تفتكر لقطه لعيبه النادي الاهلي الموسم الماضي على الدكه وهم بيبقى في مداعبه كده مع المصورين زملائنا ان هم قال يعني بيتخانقوا مش عارف ايه عشان المصورين بياخدوا لقطات الصوره جايه منين بالظبط النهارده جاي منين في مباريات اخرى احنا شفنا
في شد وجذب عادي، حتى لو شد وجذب الطبيعي اللي في الملعب ده احنا لو بنلعب خماسي مع بعض هنتخانق او ممكن نشد، ما بنشوفش اللقطات دي بتتبروز فنتمنى بس ايه نبروز كل حاجه يا اما في النادي الاهلي نبروز الكلام اللطيف الايجابي ده. طب تعالى نشوف بقى حاجه ثانيه ممكن يعني تنرفزك شويه. النهارده حساب كوره بلس نشر تاريخ وملف اصابات اشرف داري في الفتره الماضيه يعني قبل ما ينتقل الاهلي، بعد اصابته مع الاهلي تعرف على اطول مده غياب لاشرف داري عن الملاعب. بص بقى يا سيدي قبل ما تستفز، يعني الناس بتقول لك ايه اشرف داري عنده اصابه مزمنه اوكي في الكاحل، وانا قلت قبل كده انا سالت طبيا الجزئيه دي سواء مع الجهاز الطبي للاهلي او حتى دكاتره متخصصين في العظام، قال لك مفيش حاجه اسمها اصابه مزمنه في الكاحل. طب النهارده كوره بلس عملت حاجه جميله قوي، كتبت تاريخ وملف اصابات اللاعب، كل الاصابات اللي تعرض لها اشرف داري ايام ما كان بيلعب في الوداد او حتى مع المنتخب المغربي كلها بعيده تماما عن الكاحل. اولا تمزق في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب حوالي 252 يوم في الفتره من 23 ديسمبر 2019 لغايه 31 اغسطس 2020 مع الوداد، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه خلال تواجد اشرف داري مع منتخب المغرب في موسم 2020-2021 غاب عن الملاعب 9 ايام في الفتره من 30 يناير ل 8 فبراير، كان عنده مشاكل في الركبه وبالتالي ده موضوع ثاني ملوش علاقه بالكاحل. المره الثالثه ودي اطول فترات غياب، يعني غاب اشرف داري عن الملاعب لمده 7 ايام اثناء تواجده مع الوداد في موسم 2021 في الفتره من 28 فبراير لحتى 7 مارس بسبب الاصابه في اوتار الركبه. ده ملف اصابات اشرف داري والاهلي عمل له كشف طبي. ايه بقى فكره الاصابه المزمنه في الكاحل؟ لو للامانه في الخبر بتاع كوره بلس هم مش قايلين ناكح، لا في اماكن اخرى قالت ان هو اصابه مزمنه في الكحل، فماشي هنقول ان التقرير بس ايه ماشي مع الترند زي ما بنقول ان هو بيستعرض موضوع الاصابات. طيب فكره زي ما انت قلت احنا خلينا احنا طب نجنب التقرير نفسه خلاص، يعني الزميل اللي عمله هو بس ممكن بيستعرض ان اللعيب غايب بقاله فتره الاصابه فممكن يكون وجهه نظره، طب هو سلسله اصاباته ايه بيعرف بيها الناس، في ناس يعني الملف ده بيحبوا يتناولوه كده فدي مش مشكله. المشكله بقى اللي انت قلتها ان أيوة. في ناس بتتناول فكره الاصابه المزمنه في الكاحل اللي انا برضو اعرفه وسالنا فيه واصدقائنا الدكاتره وبيقول لك اي اصابه اصابات الكاحل عموما ما تقدرش تحدد ليها مده زمنيه في العوده لان هي بتبقى حسب استجابه اللعيب. حسب استجابه اللعيب دي في ايه النهارده، ممكن امتى هو مش هيبقى بيشعر بالالم او امتى هو رجليه مش توجعه ويقدر يدوس عليها ويكمل. واضح ان ممكن قبل مباراه العين كان اللعيب مثلا دايس على نفسه شويه عشان خاطر اهميه المباراه، وان النادي الاهلي كان مضغوط جدا وكان واضح جدا رامي بيخرج من مباراتين لشد وياسر شد، فواضح ان هو كان عايز يبقى متواجد، فممكن من هنا جت الفكره ان هو الالم رجعت له تاني. لكن هي اصابه مزمنه ولا لا، هي الفكره كلها زي ما تقول كده الدكاتره بيقول ما فيش حاجه اسمها في الكاحل اصابه مزمنه بالظبط، انت رجليك وجعاك دي ممكن تفضل وجعاك شهر ممكن تفضل وجعاك. وانا اقول لك على حاجه متعلقه باشرف داري تحديدا، هو من النوع اللعيبه اللي بيبقى قلقان شويه لو عنده اصابه، ما بيرجعش بسهوله بياخد وقت شويه، وفي الفتره الاخيره كان عايز يرجع يعني الجهاز الفني كان عايز يلعبه مثلا مباراه العين فنزل وشارك، ولكن فضلوا دلوقتي في الاجنده الدوليه لا يريح لغايه لما يبقى جاهز فيما بعد. وعلى فكره في حته كمان افتكرتها كان اعتقد دكتور مجدي عبد العزيز لو اتذكر كان قالها لي قبل كده وانا بتعالج عن يعني وانا بتعالج عنده، قال لي يقولوا مثلا هو قال لي اسم لعيب بس مش هنقول اسمه يعني أكيد هو طبعا. في نادي برضو اخر يعني وده كان من زمان يعني يقول لك بيطلعوا يقولوا ان هو عنده اصابه مزمنه في العضله الخلفيه. هي مش اصابه مزمنه، اللي بيحصل ان هو في فتره التاهيل تمام اسبوعين طب عايز ارجع طب يلا نرجع طب ننزل التمرين يبقى عندك وجع لا ينزل يكمل يدوس رجله التمزق يرجع تاني او ياخد مسكنات فما يحسش بالالم فالتمزق يرجع تاني. فالنهارده في الاصابات الحاجات العضليه مش شرط كلها يتقال عليها اصابات مزمنه، لكن هي بتبقى متعلقه بفترات التاهيل متعلقه باستجابه اللاعب نفسه وما الى ذلك يعني. طيب انتقل معاك لدوري ابطال افريقيا عشان وقتنا بسرعه. يلا بينا. الاهلي عنده ماتشات مع استاد ابيجان اورلاندو بايرتس وشباب بولزداد، كل المواعيد اتحددت لغايه الجوله الخامسه. هتلعب 26 نوفمبر مع استاد ابيجان، هتلعب 7 ديسمبر في جوهانسبرج، هتلعب 22/12 غالبا بعد العوده من قطر في القاهره مع بلوزداد، هتسافر الجزائر تلعب 3 يناير وتسافر ابيجان تلعب 11 يناير. الماتشات والمجموعه صعبه سهله شايفها ازاي؟ بص مفيش حاجه نقدر نقول عليها سهله بس نقدر نقول ان مجموعه متوازنه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني ما فيهاش يعني زي ما بنشايفين شايفين كده قدامنا ايه المجموعات على الشاشه، فكره اللي هي الملاعب الصعبه مش موجوده، حتى الاجواء المباراه كاجواء جماهيريه مقبوله. النادي الاهلي لعب في الجزائر قبل كده كتير ولسه الموسم الماضي لعب في الجزائر، حتى جنوب افريقيا بنتكلم في الملاعب دايما بتبقى هاديه وكويسه. وللامانه كوت ديفوار الفتره الاخيره
بعد كاس الامم الملاعب فيها بشكل كتير افضل كتير. وتطورت كتير. ف ده هيلعبونا الساعه 6. طب ده يا فرج الله. هو الخوف بس تروح تلعب جنوب افريقيا الساعه 3. هو هيلعب 3 في جوهانسبرج. ماشي. بس يعني اورلاندو برضو الطبيعه افضل شويه من سان داونز. بريتوريا بالظبط كده المكان. في فلا المجموعه متوازنه. اعتقد ان النادي الاهلي برضو فرصه للجيل الحالي يكتب حاجه هو ما اتحققتش قبل كده. طبعا انا عارف الهاجس اللي جمهور النادي الاهلي عنده فكره البطوله الثالثه على التوالي وان دايما مرتبطه ما بتحققش. لا مش بتحققش كده. هي دايما مرتبطه بكارثه. يعني النجم الساحلي كارثه. الوداد مشكلة. يعني مش هنقول كارثه تحكيميه، لا هي مشكله تنظيميه وكل حاجه بالظبط كده. لكن ماتش النجم الساحلي ده كان كارثه تحكيميه بكل ما تحمله. الله يمسيه بالخير. فضيحه يعني. فهي اللقطه ان انت كل ما بتيجي الفرصه ان انت 2012 2013 2016 كانت مشكلتك انت ان النادي الاهلي ما قدرش اصلا يكمل في البطوله وراح لعب في الكونفدراليه. فدي معقربه. فقفشه كده يشد حيله معانا بزيارتين للبلد. ينزل البلد بالظبط كده. زيارتين جمال من اللي هم بيعملهم دول بتبقى فتحه خير دايما يا رب. واللعيبه تبقى مركزه. دي فرصه للجيل الحالي حاجه ما اتكررتش. وحتى النادي الاهلي ممكن اجيال ثانيه تحاول توصل ليها بس هتبقى مكتوبه باسمك. انت اول جيل كسبت دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات متتاليه. لفت انتباهي وانا بختم معاك دوري ابطال افريقيا المدير الفني للاستاد ابيجان الكسندر لافيت عنده 27 سنه. ده صغير قوي ده بمعيارنا احنا مش شباب. ده تحت السن. يعني 27 سنه. لا ما خلي بالك دلوقتي تجارب كتير في العالم. هتلاقي المدربين كلهم احنا بالنسبه لنا وانت في غرب في غرب وجنوب القاره. بس هم يعني هم في ابيجان انت عارف برضو الكوره مش زي زمان. مش اللي هو ايه فاكر اسك ده تروح تلعبه في ابيجان ده حوار. لكن دلوقتي الامور هاديه شويه في افريقيا. عشان كده دي فرصه ان لعيبه النادي الاهلي تستمتع دايما باجواء دوري ابطال افريقيا وجوائزها. فان شاء الله يبقى هو عنده 27 سنه يبقى خبراته ما تاهلوش ان هو يعقرب معانا يعقرب بقى مع ناس ثانيه يعني. يا رب باذن الله. اخر حاجه سريعه قبل ما نروح للمشاركات، تتوقع ان المجموعه دي الاهلي يخرج منها بشكل ايجابي مبكرا يحسمها بدري؟ اتمنى يعني اتمنى. انا بص في الحاجات دي الواحد بيخاف يتوقع. بس الامنيه طبعا ان انت على قد ما تقدر تيجي على الجوله الرابعه تكون مريح. لان برضه زي ما انت حطيت التواريخ كده اكيد هيتحط لك ماتشات دوري اكيد هيتحط لك مشاكل. طيب. فتريح نفسك يعني. طيب تعالى بقى نروح لسؤال الحلقه واللي طرحناه في بدايه البرنامج مع كل الساده المشاهدين. توقعاتكم لتشكيل المنتخب في مباراه كاب فيردي اللي هتتلعب يوم الجمعه باذن الله في الراس الاخضر. تعالى انا وانت يا ايمن نشوف الناس كلها مريحه. الفرقه كلها مريحه. احمد حمدي بيقول عواد في حراسه المرمى، محمد حمدي، بيكهام، حسام عبد المجيد، عمر كمال، دونجا، ناصر ماهر، محمود صابر، ابراهيم عادل، مصطفى محمد، طاهر محمد طاهر. انت كانك راح تلعب بطوله المحليين. ماشي. احمد بيقول التشكيل المتوقع للمنتخب شوبير، حسام عبد المجيد، ربيعه، محمد حمدي، احمد عيد، كوكا، شحاته، ناصر ماهر، زلاكه، طاهر محمد طاهر، اسامه فيصل. الله. ابراهيم بيقول الشناوي، حمدي، حسام عبد المجيد، محمد ربيعه، عمر كمال، ناصر ماهر، حمدي فتحي، محمد شحاته، ابراهيم عادل، مصطفى محمد، زلاكه. وبالتوفيق باذن الله. ناخد تعليقات باذن الله. التوفيق يا رب. ابراهيم ده اخر تعليق معانا. التشكيل المتوقع بيقول الشناوي، بيكهام، ربيعه، محمد حمدي، احمد عيد، ثلاثي وسط الملعب كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، امامهم ابراهيم عادل، طاهر، ومصطفى محمد. مش عارف عندي احسن التشكيل ده هو اقرب تشكيل ممكن. ممكن بس هي للامانه فرصه يعني لبعض الوجوه ان هي تظهر في مباراه دوليه. واتمنى برضو لو يعني نشوف ممكن في فرصه نشوف مصطفى شوبير مثلا في مباراه دوليه تبقى حاجه كويسه. لو في نيه لاراحه مثلا محمد الشناوي في اي من المباراتين. لكن هي فرصه للامانه، هي فرصه لبعض اللعيبه ان هي تظهر في مشاركات دوليه اولى وتاخد خبرات. فرصه تاريخيه. خصوصا ان يعني محمد صلاح مريح، اول ماتش مرموش تريزيجيه ما سافرش، مروان عطيه بالظبط. فهي حتى يعني قريت خبر امبارح للزميل يعني محمد مراد كان بيصرح بيه ان الكباتن ممكن يعني مصطفى فتحي ممكن يبقى عنده فرصه ان هو يبقى كابتن منتخب مصر مثلا. دي صح. يعني حاجه بتبقى ماتشات لطيفه. ودي ميزه الفتره دي يا كابتن حسام. ما تصعبش والنبي الامور على نفسك. فرصه كده تكتب تاريخ لاعب مدرب في كاس العالم وتوصل في كاس الامم. ما تصعبش والدنيا سهله. خليها سهله سالكه اهي. لا سالكه بزياده يعني ما فيش زي كده يعني. فخير يعني. ايمن انا بشكرك، حلقه ممتعه، نورتنا وشرفتنا. ونتمنى يا رب يكون كل الساده المشاهدين استفادوا بالتاكيد من كل المعلومات اللي اتقالت. يا اشكرك يا محمد، شهاده كبيره. وبرنامجك من البرامج الجميله. وانت دايما زي ما بقول لك كده فعلا بنتعلم منك حاجات كتير. وزي ما يعني نتمنى نكون افدنا المشاهد ومشجع النادي الاهلي بحاجه النهارده.
أيمن أنا بشكرك جدا وبالتوفيق بإذن الله. فقرة كانت مهمة جدا عشان يعني نغوص شوية في التفاصيل الفنية المتعلقة باللغة الرقمية لفرق دوري الأبطال لفرق فيفا إنتر كونتيننتال مونديال الأندية. زي ما قلت لحضراتكم توقف دولي، ففرصة نطلع شوية بره الشأن المحلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد بيتجدد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.